فارس الغناء، ما نقول اليوم عينو صابوتك، خبرنا اليوم صحتك كيف صارت؟ الحمد لله أنا كتير منيح، نشكر الله. حادثة، كل إنسان معرض يمرق بحوادث بحياته وقدر بيصيب الإنسان، المهم إنه الحمد لله يعني طلعنا منها على خير وسلامة. وقت كنا عم نطلع على الصور خفنا إنه يكون في تشوه، اليوم الحمد لله عم نطلع بوجهك، الحمد لله وجهك سليم ما في شيء. ايه ما لحقت اعمل تجميل يعني لا الحمد لله، هي كان في خدوش بالوجه لانه الضربه كانت، هي قوه الضربه انه كانت على الراس. استاذ عاصي خبرنا هيك كانت الضربه على الجبين وعلى الراس وعلى الرقبه، هو هذا كانت خطورتها. حضرتك باليوم خبرنا قد ايه في صعوبه اليوم بحضرتك بالذا فويس كيدز، لانه انت الاطفال هن صغار وقد ايه صعب تعطي رايك لطفل مش مثل عم تعطي رايك لكبير، يعني معقوله تاذيهم نفسيا؟ اكيد الراي بيكون عندما نعطي راينا بالكيدز بيكون راي شوي حساس و بده الواحد يكون دقيق بالاراء، لانه الولد مش مثل الكبير، ما عنده الوعي الكافي مثل الكبار لحتى يتقبل النقد، فعم نكون شوي اكيد في احراج وبنفس الوقت عم نكون دقيقين بارائنا، ونحن قطعنا المرحله الكبيره من البرنامج لحد هلا، يعني نحن صورنا لحد هلا 8 حلقات، بعد في عنا حلقتين بس. اليوم ضلع من ضلوعك انشلخ عنك، دانا اليوم عم تتعلم بفرنسا، هيدي الشغله قديش ملاقيها صعبه لانه حضرتك اب وقديش انت قريب من اولادك ودائما بتضل انت وياهم؟ اكيد بفقد لها يعني، وحبيبتي دانا هي يعني بالبيت هي الحركه وهي الحياه بالبيت، بس انه مبسوط انه عم بتكفي عم تعمل ماستر بباريس، وهيدا شيء اكيد انا فخور فيه، انا دائما حريص جدا على انه اولادي يعني يكفوا دراستهم وعلمهم.